جيتوا من الصباح الباكر ولحد الآن معانا، تعبتوا، وجمعة مباركة عليكم وعلى الجميع. انتوا تعبتوا، احنا هم تعبنا، لكن ان شاء الله هناك نتائج إيجابية وجيدة ان شاء الله. اسمحوا لي بعد السلام عليكم ان ارحب ترحيبا حارا بإخواني الأعزاء معالي الوزير بسام الصباح وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، وأخي معالي الوزير عباس عراقشي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونشكركم ونشكرهم على هذه الزيارة وعلى عقد اجتماعات متتالية. كان هناك اجتماعات ثنائية ومع فخامة الرئيس عبد اللطيف رشيد ودولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وسيادة الرئيس محمود المشهداني. وأيضا كان لنا نحن الوزراء اجتماعات ثنائية، واليوم بعد الظهر كان الاجتماع ثلاثيا. طبعا المحور الأساسي والموضوع الأساسي يتعلق بالأوضاع الصعبة والخطيرة في سوريا، و تم مناقشة الأوضاع بصورة تفصيلية، الوضع الأمني الخطير وتبعات هذا الوضع على الدول الأخرى والدول المجاورة وخاصة على العراق. هناك تأكيد واضح من أن أمن سوريا متعلق بأمن المنطقة، وأمن المنطقة متعلق بأمن دول المنطقة، وأمن العراق متعلق بأمن المنطقة ومن هذه الدول أيضا بأمن سوريا. هناك هجمات مسلحة مستمرة الآن في المدن والمحافظات السورية. نحن في العراق ندين هذه الهجمات وندين الكيانات الإرهابية والتي صنفت دوليا ووفق لقرارات وبيانات مجلس الأمن. ندين جميع المنظمات الإرهابية أينما كان، ونحن في العراق كنا ضحايا الإرهاب و محاربي الإرهاب. التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب تأسس لمحاربة الإرهاب أولاً في العراق، والعراق من مؤسسي التحالف الدولي، والتحالف الدولي مستمر في محاربته للإرهاب في دول عديدة. الموقف العراقي واضح، مثل ما قلت إن أمن سوريا وأمن العراق مرتبط، وأمن الدولتين مرتبط بالدول المحيطة. ثانيا، إننا نؤكد على حماية الأراضي العراقية والحدود العراقية وإبعاد العراق من أي هجمات إرهابية وإبعاد العراق من الحرب. هذا واجب القوات المسلحة العراقية بجميع أصنافها. حينما أتحدث عن جميع أصنافها أتحدث عن الجيش العراقي،
الحشد الشعبي، قوات البيشمركة وجميع القوات الأمنية العراقية على أهبة الاستعداد وحماية الحدود وحماية الشعب العراقي. نحن نؤكد على دعم الشعب السوري من خلال إرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري وللنازحين في سوريا. بغداد ستبادر محاولة لاجتماع عدد من الدول لعقد اجتماع عدد من الدول في بغداد لمناقشة الموضوع السوري والأوضاع الخطرة في سوريا، وسوف نقوم باتصالات دبلوماسية في سبيل الوصول إلى تفاهمات مع ممثلي هذه الدول. وهذه الدول قسم من أعضائها هم من أعضاء في اجتماع أستانة، ولكن الاجتماع الذي نبغي إليه هو اجتماع بغداد، لأن الوضع في سوريا يهمنا وتدارسنا. نحن الوزراء الثلاثة الاحتمالات والتهديدات سواء ضمن المجتمع السوري أو أبعادها والتي تهم المجتمع العراقي والمجتمعات الأخرى، وسندعو كما دعا زميلنا وزير خارجية الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع عاجل للجامعة العربية وعلى مستوى الوزراء، وسوف نفعل كافة السبل الدبلوماسية من أجل الوصول إلى التهدئة في الوضع السوري. اتصلنا وتواصلنا مع العديد من الزملاء الوزراء، وزراء خارجية تركيا وخارجية دولة الإمارات والسعودية والأردن ومصر، ووزراء خارجية من الدول الأوروبية والغربية، وسوف نستمر بهذه الاتصالات ونعمل معا مع زملائي وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزميلي وزير خارجية سوريا من أجل التنسيق لكل هذه الفعاليات الدبلوماسية. مرة أخرى أرحب بزملائي في بغداد وأشكرهم على هذه النقاشات والحوارات المهمة والتي تصب في مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصب في مصلحة هذه الدول ودول المنطقة، وشكرا جزيلا لهم على الرحب والسعة في بغداد، وأهلا وسهلا. اسمحوا لي أن أدعو زميلي الأخ بسام للتحدث إليكم ونقل وجهة نظر الحكومة السورية أولا، وبعد ذلك أطلب من أخي وزميلي دكتور عباس
لكي ينقل وجهة نظر الجمهورية الإسلامية إليكم، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أخي العزيز دكتور فؤاد حسين. الحقيقة أجريت صباح اليوم لقاءات مع القيادة العراقية، مع سيد رئيس الجمهورية، سيد رئيس الوزراء، وسيد رئيس مجلس النواب. كما أيضا أجرينا لقاءات ومحادثات مع أخي وزير خارجية العراق ووزير خارجية إيران، محادثات هامة كلها تمحورت حول التطورات الأخيرة في سوريا والناجمة عن استمرار الهجوم الإرهابي الذي شنته يوم 27 تشرين الثاني جبهة النصرة هيئة تحرير الشام المصنفة كيان إرهابي من قبل مجلس الأمن، إلى جانب عدد من المجموعات والتنظيمات الإرهابية على محافظات حلب وإدلب وحماة واليوم على حمص، والتي تم إدانتها بشكل قاطع لا لبس فيه. لقد شرحت لكل من التقيتهم التطورات الميدانية والتهديدات الأمنية والظروف الإنسانية، خاصة وأن هذا الهجوم الإرهابي قد تسبب بموجة نزوح كبيرة للسكان والمدنيين الآمنين. لقد عرضت أيضا للجهود التي تقوم بها المؤسسات الحكومية السورية لتأمين الاحتياجات الإنسانية واستمرار تقديم الخدمات الأساسية في المناطق التي خرجت عن السيطرة. أكدت على أن الجيش العربي السوري والقوات المسلحة السورية تقوم بواجبها الوطني في التصدي لهذا الهجوم الإرهابي، إلا أنها اضطرت إلى تنفيذ عمليات تتناسب مع تكتيكات المعركة وإعادة التموضع والانتشار، وتم التأكيد على استمرار الجيش بالقيام بواجبه ضد كل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان السوريين. أكدت أيضا على أن الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي تنتهك بشكل واضح قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وأيضا الاتفاقيات التي تم إقرارها في إطار مسار أستانا. تم التشديد على أن هذا التهديد الإرهابي الخطير لا يشكل تهديدا لأمن واستقرار سوريا فحسب، بل أيضا لأمن واستقرار دول المنطقة. عرضت بوضوح لأوجه التدخل الإقليمي والدولي في كل مجريات ما يحصل الآن في سوريا وسبق أن حصل في سوريا، وشددت على أن هذه التدخلات باتت مكشوفة ومفضوحة وتهدف إلى تحقيق أطماع تاريخية وتقسيم جديد للمنطقة وإعادة رسم خارطتها السياسية وفقا للأجندات المعادية لتلك الجهات. في هذا الإطار شددت على أهمية حشد كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة السورية في التصدي للإرهاب ومكافحته ومكافحة جميع أشكاله وصوره، وإدانة الهجمات الإرهابية التي قامت بها هيئة تحرير الشام، وأيضا دعم جهودها في الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة وأمن مواطنيها ووحدة أراضيها. في الحقيقة كان هناك تضامن ودعم واسع للحكومة السورية ولسيادة ووحدة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب، وكان هناك تشديد على ضرورة
عدم القبول بازدواجية المعايير في التعامل مع الإرهاب والتصدي له ومكافحته بدون أي تمييز. مرة أخرى أشكركم أخي فؤاد معالي الوزير على استضافتي هذا الاجتماع الهام لي ولأخي عباس، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز من تشکر میکنم از میزبانی این جلسه مهم توسط برادر عزیزم جناب آقای معالی الوزیر على استضافتی هذا الاجتماع الهام لی و لی اخی عباس، شکرا جزیلا. من امروز دیدارهای بسیار خوبی رو در بغداد داشتم با جناب آقای رئیس جمهور، جناب آقای وزیر امور خارجه. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز من تشکر میکنم از میزبانی این جلسه مهم توسط برادر عزیزم جناب آقای فؤاد حسین وزیر محترم و زمیلی فؤاد حسین وزیر خارجیه العراق المحترم. من امروز دیدارهای بسیار خوبی رو در انا اليوم كان لدي لقاءات جيدة في العراق مع الرئيس العراقي ووزير رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وتحدثنا حول القضايا الثنائية التي تخص البلدين إيران والعراق وقضايا المنطقة. العلاقات الثنائية بين إيران والعراق تسير على مسار جيد، موفق جناب آقای دکتر پزشکیان، و بعد از زیاره ناجحه لدکتر پزشکیان لبغداد و استانهای طب اربیل و اربیل و سلیمانیه، روابط دو کشور در مسیر و الحديث عن العلاقات بین البلدین و توافقاتی که توطدت العلاقات كثيرا در حال اجرا شدن هست و تنفذ الان كل ما تم الحديث عنه ينفذ الان. در موضوع سوریه، فيما يخص سوريا نزدیکی رو من با مقامات كانت لدينا مشاورات قريبه اشتراك نظر بين مع المسؤولين العراقيين، ولدينا وجهات نظر مشتركه في هذا الجانب. دولت و مردم سوريا وجود داره تجاه الشعب والحكومة السورية وما والتهديدات التي يتعرض لها الشعب والحكومة السورية، وكانت لدينا وجهة نظر مشتركة تجاه هذه القضية وإقليميا ودوليا. الاجتماع الثلاثي بين إيران والعراق وسوريا الذي عقد مساء اليوم تطرق إليه الأخوان وزير خارجية العراق وسوريا، وأنا أؤكد وأعيد أن رسالة اجتماع اليوم بين وزراء خارجية إيران والعراق وسوريا تحمل ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي دعم الشعب والحكومة السورية أمام الفصائل الإرهابية التكفيرية، بدون ترديد إذ لا شك أنهم جاءوا عبر مؤامرة أمريكية صهيونية شنوا هذا الهجوم المباغت. فمن يتجاهل أيدي الكيان الصهيوني في هذه المؤامرة فهو خاطئ جدا. إن الإرهاب الدولي وهذه الفصائل التي عرفت دوليا أنها إرهابية كجبهة الشام والنصرة شنوا هجوما على الشعب والحكومة السورية والنظام السوري الشرعي، وإن الشعب والحكومة والجيش السوري ما زال يواجه هذه الفصائل التكفيرية الإرهابية، وإن إيران دائما كانت داعما لسوريا حكومة وشعبا، وما زالت إلى جانبها بكل قواها وبكل ما أوتيت من قوة وبكل ما تحتاج إليه سوريا حكومة وشعبا.
النقطة الثانية التي جاءت في رسالة هذا اليوم للاجتماع أن التهديدات الإرهابية في سوريا هي لا تحد ولا تلخص بسوريا، بل هي تهديد لكل المنطقة بأسرها. فلو أن سوريا تكون مكانا آمنا للإرهابيين فسوف يشن هؤلاء الإرهابيين ويتخذون من سوريا منطلقا لهم لتهديد البلدان الأخرى. لذلك هذا الإرهاب لا يحد بسوريا بل سيشمل جميع البلدان كتركيا والأردن والعراق. والنقطة المهمة التي أريد أن أشير إليها هنا هي أن الإرهاب لا يعرف حدودا، لذلك ومن أجل مواجهة الإرهاب لا يمكننا أن نقف عند حدودنا، بل يجب أن نتجاوز الحدود من أجل مواجهة هذا الإرهاب المتفشي. فلو أننا أردنا ونريد أن نحافظ على أمننا وأن نرصد عام الأمن في بلادنا والمنطقة، يجب أن نحمي وندعم جوارنا وبلدان المنطقة تجاه هذا الإرهاب. النقطة الثالثة التي حملتها رسالة اجتماع اليوم هي أن الإرهاب يجب أن لا نميز في مكافحة الإرهاب بين بلد وبلد. ففصائل الإرهاب كتحرير الشام والنصرة الذين يهاجمون حكومة وشعب سوريا، إنهم عرفوا في الأمم المتحدة بأنهم فصائل إرهابية. فمن الواجب أن يواجه هذا الإرهاب في سوريا، ويجب أن لا نفكك ولا نفصل بين إرهابيين وإرهابيين آخر، إذ لا سلجينا إرهابي جيد وإرهابي سيء. فالإرهاب هو الإرهاب ويجب مواجهته بكل الطاقة والقوة. فإن الدول التي اتخذت الصمت تجاه ما يجري في سوريا من إرهاب فإنهم مسؤولون تجاه هذا الإرهاب، وإنهم سوف يسألون أنهم لماذا يحاربون الإرهاب في مكان ويصمتون تجاه إرهاب آخر في مكان آخر. وكما قال السيد فؤاد، العراق كان ضحية الإرهاب، وكذلك إيران كانت ضحية الإرهاب، وكذلك سوريا كانت وما زالت ضحية للإرهاب. لذلك يجب أن ننسق فيما بيننا وأن نتحد تجاه هذا الإرهاب، ويجب على المجتمع الدولي والأسرة الدولية أن تدعم جميع جهود المنطقة التي تقف بوجه الإرهاب وتتصدى له. حملات وجنايات خودش مشغول است. أنا مرة أخرى أشكركم شكرا جزيلا، ولا سيما أخي فؤاد حسين لحفاوته البالغة في هذا الاجتماع. من همچنین از انا كذلك ابتكارات اشكر شكرا جزيلا المبادره العراقيه ومقترحات العراق لإقامة اجتماعات أكثر من أجل السير في